اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج المسابقات الاكثر تشويقا مايند ميكر. لتاني مره بنقدم الحلقه النهائيه من خلال مسرح كبير، حاولنا وعملنا كل اللي نقدر عليه ان احنا نوصل لمكان يليق بالمعلم المصري، مكان شيك لاهم مهنه بتصنع كل العقول، المعلم المصري. في برنامج ماين ميكرز للموسم الثاني على التوالي حاولنا نبحث في كل محافظات مصر عشان نوصل لألمع وأنبغ معلمين في مصر، عشان نغير الصورة النمطية اللي يحاولوا على مر العصور ان هم يوصلوها لنا. المدرس المصري مش رمضان ابو العالمين حمود، المدرس المصري مش استاذ ملواني، المدرس المصري الحقيقي هتشوفوه النهارده في برنامج مايند ميكرز. في الموسم الثاني من مايند ميكرز اتنافس معانا في 9 حلقات 27 معلم ومعلمه في جميع التخصصات. شفنا افكار خارج الصندوق، شفنا ابداعات، شفنا هاندز اون اكتيفيتيز، شفنا ازاي المدرس لما بيحط في دماغه انه يجتهد ويبقى مختلف ويبقى مبدع ويخلي طلابه يحبوا الماده بيعمل ده. افكار تصلح انها تكون برنامج تدريبي لكل مدرس، اي مدرس في مصر عاوز يتعلم افكار جديده يتفرج على مايند ميكرز هيلاقي فيها كل اللي هو عاوزه عشان يجذب طلابه ويخليهم يستفيدوا ويحبوا الماده الدراسيه بتاعته. دي رسالتنا في مايند ميكرز، رسالتنا في مايند ميكرز ان احنا نقدم النسخه الافضل للمعلم المصري اللي علم كل الشعوب العربيه واللي موجود في كل واكبر جامعات في العالم كله. دي الحلقه الاخيره، وصل معانا فيها 3 من المتسابقات المبدعات، وللصدف فقط للصدف كلهم في ماده الرياضيات. يعني هنشوف النهارده تنافس كله في نفس الليفل في نفس الماده العلميه. هنشوف النهارده كرام دولا كرام، يعني الافضل بين الافضل. كل معلم شارك في مايند ميكرز هو فايز، كل معلم جه في المكان ده وقف قدام كل الناس عشان يعلم غيره، عشان يقول لغيره احنا نستحق نكون في المكانه دي. في معلمين كتير خافوا، في معلم خاف على الطلاب بتوعه في السنتر، في معلم قال لك لا انا اعلى من التقييم، وفي معلم قال لك لا انا لو وقفت قدام التلفزيون مش هبقى في كامل هيئتي ولا في كامل ابداعي. لكن في 27 معلم في الموسم الثاني من ماين ميكرز تغلبوا على كل ده وجوم هنا. عشان كده بقول شكرا لكل معلم قدم معانا في برنامج ماين ميكرز وجه في البرنامج ده قدم نفسه للناس. عليك ان تفتخر بنفسك، عليك ان تفتخر بنفسك ان انت شاركت في انجاح اهم برنامج. برنامج ماين ميكرز هو البرنامج الوحيد في الشاشات العربية بالكامل اللي بيقدم المعلم هو النجم. عشان كده كل واحد فينا بيتفرج علينا دلوقتي، كل واحد، البرنامج ده مسؤوليتنا كلنا. عاوزين نصلح اي مجتمع لازم نبدأ بالتعليم، عاوزين نصلح اي منظومة تعليمية لازم نبدأ بالمعلم، وعاوز تصلح المعلم وتصلح حال المعلم حسن من حالته المادية والمعنوية. احنا في برنامج مايند ميكرز حاولنا نعمل الاثنين. معنويا احنا بنكرم المعلم في اشيك واحد من اشيك مسارح مصر، ومعنويا الفايز النهارده هيفوز معانا بجائزه قيمتها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه هي مش قيمه المعلم ابدا، ولكن هي يعني جائزه رمزيه بنحاول نقدمها احنا كبرنامج مايند ميكرز، ولكن يعني بندعي له ان ربنا يجازيه خير على العلم اللي بيوصله للناس وعلى الرساله اللي حاولنا نوصلها من خلال برنامج مايند ميكرز. اهلا بيكم مره ثانيه. ودلوقتي قبل ما نخرج لفاصل خلونا نرحب بلجنه التحكيم الموجودين معانا النهارده. دكتور احمد علي نائب رئيس مجلس اداره، شكرا، المستشار التعليم ونائب رئيس مجلس اداره شركه اديوفيرس LLC. اهلا بيك يا دكتور. أهلا. ونجمه البرنامج اللي من غيرها ما كانش البرنامج ده نجح ابدا، شكرا، اللي علمتنا كلنا، شكرا، العفو، دكتوره هناء البدلاوي، شكرا، مديرة اديفيرس انترناشونال سكول. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ومعانا نجم السلتا والسلتا تيوتر
والمدرس في جامعة المستقبل الأستاذ محمد خلف. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. في البرنامج احنا كل حلقة كنا بنجيب تخصص، كل حلقة كنا بنجيب نجم في مجال التدريب ومجال التطوير التعليمي. يمكن في الحلقة الأخيرة كان معنا 3 فقط، ولكن أنا حابب أشكر في الحلقة الأخيرة كل نجوم لجنة التحكيم اللي كانوا موجودين معنا على مدار ال 13 حلقة اللي فاتوا، وبقول لهم جزاكم الله كل خير، علمتونا وكبرتونا وشرفتونا. دلوقتي هنروح لفاصل عشان نعرف أخبار الثلاث متسابقات اللي موجودين معنا النهاردة إيه؟ يا ترى محضرين لنا إيه؟ يا ترى قلقانين ولا لأ؟ أكيد قلقانين. نرحب بزميلتنا نور طلعت. أهلا بيك يا نور. النهاردة النهائي وأنا معايا 3 بطلات وصلوا للحلقة النهاردة، وسام، هند، دعاء. عاملين إيه؟ بخير الحمد لله. قولي لي شعورك يا وسام دلوقتي. شعور مختلط ما بين القلق والتوتر، بس الفرحة ان احنا موجودين دلوقتي هنا دي تبعي اي حاجة تانية خلاص. هند قولي لي حضرتي ايه مختلف النهاردة هتقدميه؟ هي الفكرة عامة انا كنت بفكر يعني من اول حلقة وانا الحمد لله بفكر في الفكرة دي، بس قعدت اطور فيها لغاية ما وصلت للفكرة ان شاء الله اللي هتشوفها النهاردة يا رب تعجبكم. قولي لي دعاء مين اكتر داعم ليكي خلال مشوارك في البرنامج؟ هو بصراحة داعمين كتير وده حاجة مكنتش متوقعها، بس على رأسهم طبعا زوجي وأولادي، أهلي بابا وماما وإخواتي، الأهل والصحاب، المدرسين، زمايلي، كل الناس الحمد لله. هتقدمي إيه النهاردة مختلف لجنة التحكيم؟ هنقدم فكرة مختلفة فيها AI وإن شاء الله تعجب لجنة التحكيم يا رب بإذن الله. عايزة من كل واحدة فيكم رسالة لجمهور مايند ميكرز في العالم العربي. هي رسالة شكر وتقدير وامتنان ودعاء بقى منهم ان احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله. وانتي هند؟ طبعا بشكرهم طبعا على دعمهم وعلى وقفهم، بس هي تجربة البرنامج اساسا تجربة جميلة جدا. لا وهي كمان ادت كل مدرس اديته خبرات، يعني المدرس اي مدرس بيتفرج على البرنامج لا بيكتسب خبرات جديدة، وولي الامر كمان برضو بيكتسب خبرة على يشوف المدرس ازاي بيقدم الفكرة بتاعته. ايه اكتر حاجة اكتسبتيها من البرنامج؟ لا اتغيرت كتير، يعني تعلمت كتير وابتديت اطور من نفسي كتير، فيا رب ان شاء الله خير. وانت يا دعاء رسالتك للجمهور مايند ميكرز؟ احب اشكرهم كلهم، احب اشكر القائمين على البرنامج، بصراحه الفكره جميله، كانت تجربه فعلا جميله بالنسبه لي ومختلفه، واشكر كل الداعمين واتمنى بقى ان شاء الله في المواسم القادمه ان شاء الله نشوف مزيد من الابداع من بقيه المدرسين عشان نستفاد. وسام لو كسبتي النهارده ال 100,000 جنيه اول حاجه هتعمليها ايه؟ نطلع حق ربنا فيها الاول ان شاء الله. والباقي ولسه ما خططتش، هوزع على كل اصحابي وحبايبي. كلام بس على فكره. لا حقيقي طبعا لو في جزء طبعا لربنا الحمد لله وجزء لاولادي، والباقي بقى احاول اخد بيه كورسات واطور من نفسي. دعاء لو خدتي النهارده الجائزه اللي هي قيمتها 100,000 جنيه هتعملي بيها ايه؟ هو مش مختلف كتير طبعا، اكيد لازم يعني حق ربنا علينا طب امر الله، وتقريبا يعني كل الداعمين ما يعني معزومين، فاحنا محتاجين 100,000 على 100,000. مستعدين ان شاء الله؟ يلا بينا. زي ما شفنا الثلاثة على اعلى مستويات الاستعداد، طبعا في توتر، خطوة واحدة بتفصلهم عن الفوز بالجائزة الكبرى. ان شاء الله النهارده كله فايز بإذن الله، الأكثر توفيقا هيكون هو الفائز أو هي الفائزة معانا النهاردة في حلقتنا النهائية. نخرج لفاصل ونرجع. رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي موعدنا مع المتسابقه رقم 1 الاستاذه هند سامي. تحيه للاستاذه هند سامي. حضراتكم شفتوا دلوقتي كل حاجه في الكواليس، شفتوا كم الهاند زون اكتيفيتيز والوسائل التعليميه اللي بتجيبها معاها متسابقه كل حلقه. دي ثالث مره
تيجي معانا الاستاذه هند سامي باكتيفيتيز مختلفه بابداعات مختلفه هنشوفها دلوقتي عشان توصل لنا ماده الرياضيات اللي كلنا دخلنا ادبي عشان خاطر ما بنحبهاش. فلو كنا معانا معلمه زي الاستاذه هند سامي اكيد ما كناش هندخل ادبي، اكيد دلوقتي كنت هتقولي لي الباشمهندس تاني. صح؟ صح. اهلا وسهلا بك. يا رب ان شاء الله. مش عاوز اضيع من وقتك، انا عارف ان انت خبره كبيره. يا رب. دي ثالث مره تقفي، المره دي بقى في جمهور انسيهم خالص. يا رب ان شاء الله باذن الله. كلهم هيسقفوا لك من القلب دلوقتي عشان خاطر تدخلي بكل قوه. تحيه للاستاذه هند سامي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فاكرين الحصه اللي فاتت لعبنا ايه مع بعض؟ وتعلمنا ايه؟ جمع. طيب مين فينا مين عايز يلعب لعبه جديده؟ يلا بسرعه، تعالوا تعالوا، ها يلا تعالوا بسرعه، اجري اجري اجري، اقف اقف، تعالوا اقف هنا، يلا ها يلا يا ميس. هنلعب مع بعض لعبه الضربه القويه، هنشوف مين فينا قوي، مين فينا قوي. انا. طب يلا تعالوا كده نشوف، تقدر يا ياسلين تكسر ده بضربه واحده؟ يلا بالبوكس. ايوه برافو عليك، انت قوي قوي، انت خبطتني. شوف كده الاجزاء جنب بعض ورجعهم تاني جنب بعض. ها الاجزاء متساويه؟ الاجزاء متساويه قد بعض؟ رجع الشكل تاني. يلا يا مازن اوعى. اي يلا يا مازن ركبهم تاني جنب بعض. يلا يا مازن. ها يلا يا يونس، انا عارفه ان انت قوي، اوعى تخبطني. اي كمان ضربه. اي يلا ركبهم تاني يلا جنب بعض. يلا يا ولاد يلا. برافو برافو عليكم. الاجزاء متساويه كلهم قد بعض خلاص كده. ها يلا يا يونس قوم. ماشي هيا يا ولاد، الاجزاء متساويه. يلا يا يلا يا يونس اقف. يلا يا ميز، الاجزاء قد بعض ولا لا؟ قد بعض. طيب في اللي انتوا كسرتوه في لون احمر، صح ولا مش صح؟ اه. امسكوه كده في ايديكم، كل واحد يمسك كل لونه كده في ايده، لون الاحمر بس. ايوه اللي انتوا مسكتوه ده يا ولاد، يلا يلا يمسك اللي انتوا مسكتوه ده، الشكل كله ولا جزء منه؟ جزء منه. جزء منه. ده درسنا النهارده يا ولاد، الكسر. الكسر هو جزء او اجزاء متساويه من الواحد الصحيح. لما خدت حاجه وكسرتها اللون الملون سواء جزء او اتنين ده بسميه كسر. طب الكسر بيتكون من ايه؟ ركز معايا يلا. كسر بيتكون من ايه؟ من بسط، شرطة كسر، مقام. بسط، شرطة كسر، مقام. تعالوا نشوف ايه هو البسط وايه هو المقام. نرجع تاني شكلك كده جنب هو. يلا نرجع تاني الشكل. يلا يا يونس. يلا يا سليم حط الاحمر يلا جنب. خلاص بس يلا اقف بقى. البسط يا ولاد، خلاص البسط يا ولاد هو الاجزاء الملونه. يلا يا ناز، عدد الاجزاء الملونه يا يونس. ها يا سليم كان عندك كام جزء ملون؟ واحد. هو ده البسط يا ولاد بنكتبه فوق. المقام هو عدد الاجزاء كلها، الشكل اتقسم لكام جزء؟ اتنين. ده يا ولاد ده هو ده شكل البسط، هو ده شكل الكسر. بسط، شرطة كسر، مقام. البسط الأجزاء الملونة، المقام العدد أجزاء كلها. طب يلا بقى يا مازن، يبقى أنت عندك الكسر بتاعك كام على كام؟ واحد. أيوه على كام؟ تلاتة. واحد على التلاتة، الواحد فين؟ فوق ولا تحت؟ ها؟ الواحد فوق ولا تحت؟ الواحد فوق. فوق في البسط، والتلاتة؟ التلاتة فين يا مازن؟ التلاتة تحت. معين. تحت، برافو عليك في المقام. وانت يا يونس ها الكسر بتاعك كام على كام؟ واحد على تلاتة. واحد على كام عد صح؟ أربعة. كله واحد على الأربعة، برافو. يبقى هنا بنقرأ واحد على الاتنين، شرطة الكسر يعني على. واحد على الاتنين، واحد على التلاتة، اقرأ ده بقى. ها يبقى ده كام؟ واحد على تلاتة، أربعة. يلا يا سليم ركز معايا، واحد على إيه؟ أربعة. طب ده ليه اسم باللغة العربية؟ احنا كسرنا الجزء بتاعنا نصفين، ده بسميه نصف، بسميه يا ولاد؟ نصف. طب واحد على التلاتة بنسميه ثلث. ها يا مازن بتسميه ايه؟ ثلث. قولوا لي انتوا بقى واحد على الأربعة نسميه ايه؟ ربع. ربع، برافو عليك. نرجع تاني يا مكاننا، مين عايز يلعب لعبة جديدة؟
خدتوا قبل كده حصه اونلاين؟ طب يلا نكملها مع بعض. كل واحد قدامه في ورقه فيها شكل. يلا كده اعمل الكسر بتاعك. يلا يا يلا يا مازن، يلا يا يونس، يلا اللي خلص يعمل ريز هاند. مين خلص؟ انا. برافو. هيا يا مازن طلع لك كام يا مازن؟ ارفع الورقه بتاعتك وريها لي، وريها لي في الكاميرا. لا وريها لي في الكاميرا، انا شايفه. اقراه. طلع كام؟ واحد على اثنين. برافو عليك. اسمه ايه؟ نسميه ايه؟ نصف. نصف. يلا مين تاني؟ ها خلصت يا يونس؟ كام يا يونس؟ وريني في الكاميرا. قول. واحد على ثلاثة. برافو. اسمه ايه؟ اسمه واحد على ثلث. ثلث. يلا يا سليم عايز اشوفك في الكاميرا بتاعتي. ها فين الورقة بتاعتك؟ طلع كام؟ واحد على ربع. ربع. لا يا مازن ركز معايا يا مازن. مازن نسيب الفيديو ونركز معايا. برافو عليكم شاطرين. طب تعالوا كده معايا. يلا انا هوريكم دلوقتي جوه الكاميرا بتاعتي وانتوا تشوفوا الاجابه. تمام. ها اللي يعرف يعمل ريز هاند. لا انا مش شايفاكوا، استنوا كده بعتها لكم في الشات. ها قول يا يونس كام يا يونس؟ على اثنين. واحد على الاثنين. برافو. طيب يلا. ها لا برضو مش شايفاكوا، اطلع لكم انا المره دي. كام يا سليم؟ اطفال انبسطتوا من الحصه بتاعت النهارده ولا لا؟ فهمتوا؟ طب الجمهور ايه رايكم؟ تخيلوا لو كل مدارس مصر معلمين الرياضيات فيها زي هند سامي، يا ترى كان الوسط المستوى هيبقى عامل ازاي؟ انا بشكرك حقيقي. شكرا لحضرتك. بشكرك والله ان حضرتك على كل التوتر وخليتنا قدام الجمهور. انت خلاص خلصتي؟ الحمد لله. خلاص بقى يعني سيبيها لربنا. يا رب. اروح لجنه التحكيم بقى ونسالهم على رايهم النهارده. دكتور احمد، رايك بشكل عام في اللي شفناه النهارده بدون تفاصيل؟ بشكل عام يعني انطباعي ايجابي جدا عن الدرس، مبدعه في كل الستبس او الخطوات بتاعه الدرس من البدايه حتى النهايه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. انا بقول رسالتك وصلت. I got the message انه هي حضوري بس بتقول لك ان الاونلاين وحاطت نفسها ورا شاشه واستخدمت الرياكشنز اللي موجوده في الـ يعني الاونلاين والقلب وكل حاجه والانترنت ولانها اونلاين تيتشر فهي حامله رساله ووصلتيها. شكرا ليك. شكرا حضرتك. شكرا جدا. تخيل ايه رايك انت؟ يعني كل مره كنت بتقول ان الرياضيات دي حاجه مصمطه كده ملهاش اي يعني تشويق، دلوقتي ايه رايك اللي شفته؟ حقيقي درس ممتاز جدا جدا. الهدف اتحقق ببساطه وبخفه دم وكلنا كنا مستمتعين ومستنيين ايه اللي هيحصل. النت هيقطع. في جمال حصل في الدرس النهارده. تسلم ايدك. شكرا جدا. دلوقتي موعدنا مع التقييم. كل معلم او كل معلمه تتقيم في 5 نقاط. ده الروبريك من 3 محكمين، كل درجه منهم من 15.
وبعدين بناخد الميديان اللي هو بيسموه المتوسط بتاع كل الدرجات دي. والمره دي لاول مره انا هشارك معاهم في لجنه التحكيم. تسمحوا لي؟ بص هيبقى في درجه مش شور، مفيش اي ايفيدنس. هي الحاجه الوحيده اللي انا مش شايف دي هزق مع يا رب ان شاء الله بالعاده. انا محامي المعلمين، مفيش اي ايفيدنس. طيب هم جاهزين؟ جاوبوا في الاخر ثرو اوت يعني. بس يعني هي درجات. رقم واحد كرياتيفيتي او الابداع، كم من 15 تطرح؟ 13. 13. 14. 14. 14. 14. وين 14؟ رقم اثنين learning outcomes والassessment. هي عملت النهاردة formative assessment طول الوقت، كانت عمالة بتقيم كل step تعملها وبتقيمها. ها رحمة. طبعا learning outcomes اتحققت بشكل كبير، لكن ما شفناش practice اكتر. عارفين ان الوقت كان ضيق، ما شفتش evidence of critical thinking بالقدر الكافي. لكن برضو مراعاة للوقت اللي عندك 13. 13 يعني كم؟ 13. 13 انا شفتهم متقيموا كذا مره، والساعه كمان كان فيها تقييم، ف 14. 14 وانا 15. الميثودولوجي 14. 14. 15. 15. 15. 15 وانا 15. الستبس والستركتشر بناء الحصه النهارده 15. بدات صح وختمت صح. 15. 15. 15. 15 وانا 15. هو اللي هيرجح النهارده حضراتكم والتصويت بتاعكم 25% لجمهور مايند ميكرز اللي موجودين معانا النهارده في المصر. يا رب يبقى معاك رجالتك ان شاء الله. الستودنتس انجيجمنت لسه اعتقد هم لغايه دلوقتي انجيج. طبعا 15. 15. 15. 15 وانا 15. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله الحمد لله. شكرا ليكي. الحمد لله. زي ما شفتوا البدايه قويه جدا جدا جدا. ابداع اعلى مستويات الابداع في الحاله النهائيه. فعلا معلمه تستحق انها تكون موجوده معانا في الحلقه النهائيه. تحياتنا للاستاذ هاني سامي. نخرج لفاصل ونرجع نتقابل المتسابقه رقم ولا تستحق تكون معانا الحلقه اللي جايه. لا النهائيه. النهائيه اوكي. احنا لازم نجيب معانا القطر بتاعنا الحلو ده. طب تعالوا كده نشوف درسنا النهارده بيتكلم عن ايه. شوفوا ايه اللي موجود هنا. ده ايه؟ ده منظار. ده مكبر صح كده؟ بيقرب ولا بيخلي الحاجه بعيده؟ بيقرب. طب يا ترى ايه علاقته بالارقام؟ هل كمان الارقام ينفع تتقرب؟ انتوا عارفين ان الارقام بتتقرب. ممكن اقرب الرقم لقيمه اكبر منها او قيمه اقل منها.
طب يلا نبدا بقى رحلتنا الحلوه دي. هنا على القطر بتاعنا هنا في خط الاعداد، خط الاعداد من 0 لـ10، مين الرقم اللي بيقسم الخط نصين؟ الخمسه. الخمسه، ممتاز. طب تيجوا نحولها للعبه سحريه. اتفقت معاكم هنلعب لعبه سحريه. نعمل هنا كده يا اصحابي اهو، اتفقت معاكم تساعدوني. هنا هنا هنا، شاطرين. يلا بقى اكتشفوا معايا، هنا عندي محطه استوب ومحطه هوب. طيب بصوا معايا، القطر بتاعي طالع علشان عاوز يوصل للجايزه بتاعته اللي هياخدها في الاخر اللي هو رقم 1، تمام كده؟ شوفوا معايا لو احنا عايزين نوصل للواحد، هل هنقدر نطلع لو وصلنا رقم 4؟ هنقدر نوصل للواحد ولا هينزل؟ نزل فين؟ عند الستوب. طب وهو نزل بقى خد مين معايا؟ 4 ها؟ 3 2 1، ممتازين. طب انا دلوقتي في نص المسافه 5، عندي نفس الخطوات عشان اوصل للهديه او ارجع تاني عند ستوب؟ اروح عند الهوب ولا ستوب؟ هوب. برافو عليكم، يبقى الاسهل ان انا اروح كده. ايه الارقام اللي هتيجي معايا كمان هنا؟ 6 7 8 9، ممتاز. معنى كده ان الارقام 5 6 7 8 9 بتقول هوب، بتقول ايه؟ هوب. واللي يقول هوب بياخد الواحد السحري ده يا شباب. طيب خلصنا بقى، شكرا. الرحله هتاخدنا لفين؟ تعالي يا سوسو يلا بسرعه. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل التقريب. بنعمل ايه؟ التقريب لاقرب 100. النهارده في حالات كتير للتقريب، هنشتغل على اكبر لتقريب لاقرب 100. لما اقول هشتغل على التقريب لاقرب 100، يبقى انا لازم الاول اخد القطر بتاعي واروح ازور قرايبي اللي ساكنين في بيت المئات، تمام؟ هنقف عند المئات. مين اكبر حيوان عنده ودان؟ ها؟ الفيل. الفيل، وبالودان بتاعه الفيل ابدا اسمع صوت العشرات، والارقام بتقول هوب ولا ستوب. تعالي كده يا اسيل، قولي لي الرقم اللي موجود هنا كام؟ ده 9. لا ثواني اهو، 500. ها؟ 9 59. 559. يا ترى لما نقربها لاقرب 100 هتساوي كام؟ ها؟ تعالي نسمع، هنقف عند المئات ونسمع العشرات بتقول هوب ولا ستوب؟ بتقول هوب. هوب، وسعي كده شويه أسيل عشان نشوف كده ايه اللي هيحصل لما بنقول هوب. هيطلع الواحد السحري شايفينه وهيتنقل لخانه الايه؟ المئات. معنى كده المئات هتزيد قيمتها ولا هتقل؟ هتزيد. هتزيد، هتكون كام يا سوسو؟ هتكون 6. قولي لي يا أسيل، هتكون 6. الفيل وهو ماشي بقى بيعمل ايه؟ بيعمل بوم.
وفي الظهر نكتب التقرير. قولي الرقم كان تقريبه كام. يلا بسرعة بسرعة. عايز مرحبا. مرحبا. ظبطي الرقم يا سوسو. مش فارقة. تمام. الفلوس اللي كانت مع محمد كانت كام؟ 200؟ من كام؟ مش فاكرة. 246 يعني تقريبا كام؟ 200. وانت يا سوسو؟ كان معاكي مبلغ كام؟ 367 يعني تقريبا 400. وانت يا مصطفى؟ 618 يعني تقريبا 600. طيب هنختار بس الحاجه اللي انتوا عايزينها مننا بقى. يلا كل واحد معاه مبلغ يختار السعر المناسب للحاجه اللي يشتريها. تشتروا ايه النهارده؟ كل واحد يشتري الحاجه اللي تناسب المبلغ اللي معاه. كل واحد يشتري الحاجه اللي تناسب المبلغ اللي معاه. اتاكد كده انت معاك كام؟ 200. هتشتري حاجه ب 600 يا صاصا يا محمد؟ ها؟ لا. وانت معاك 600 هتشتري ممكن تشتري حاجه من 200 صح؟ أه. لكن انت يا محمد تقدر تشتري دي؟ لا. ها؟ تشتري ايه؟ دي. تشتري دي؟ انا ممكن اشتري ده. تمام. اتفضلي. طيب. شكرا. طب دي هديه بقى، كل واحد اشتري حاجه صح؟ ياخد الهديه بتاعته من ورا. ايه ده؟ خد هديتك. شكرا. ان شاء الله لا قوه الا بالله. شفنا ان السقف مفيش سقف، طيبنا كل السقف النهارده الحمد لله. ايه رايكم السقف بيعلى ولا نفس المستوى؟ اعلى. ماشي هنشوف. وقت قصير ان شاء الله. يعني خبره الخبره بتخلي المدرس يعمل حاجات بس صح في وقت قصير. يعني انا قلقت بس ان اكون overwhelming للستودنتس. اربع اكتيفيتيز في وقت قصير، ممكن يكون اربع اكتيفيتيز في وقت قصير حسيته overwhelming للستودنتس. يعني حاجات كتير في وقت بسيط خالص، ما لحقتش احس ان الطالب يعني قدر يوصل للمعلومة. وهو طبعا عشان الوقت كان قليل جدا. صحيح. 7 دقايق. صحيح. دكتورة هناء، بصي وسام، انت معروفة جدا بوسائلك الإبداعية، بس خدي بالك الوسيلة مش هدف، هي اسمها وسيلة عشان أحقق بيها هدف. فأنت حاسة ان شوية فكرك بقى يروح ان الوسيلة أصبحت هدف في انك تعمليها، فعشان كده كترت منك الأكتيفيتي. بس أوفر أول انت ممتازة ومقدمة أفكار رائعة رائعة وابداع. دكتور احمد، مش عاوز اعيد نفس الكلام، لكن بنحييكي على كل اللي انت عملتيه النهارده. بنحييكي على افكارك في ان انت تقدمي وسائل مختلفه زي ما انت ما قلتي. ممكن انا اتعب شويه في ان حد يساعدني انفذ وسيله تاخد مني فلوس وتاخد مني مجهود ووقت، لكن كون ان انا عندي تفكير ان انا اعمل ده علشان اقدم بيه ماده علميه ممكن البعض يشوفها ماده جامده فاقدمها في شكل لعبه، لان انا شايف الولاد بيلعبوا طول الوقت ومستمتعين، فدي حاجه يعني تستحق الشكر عليها. الحمد لله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. الناس جايين معاكي من كفر الشيخ في القطر ده ولا كان ولا جايين بص؟ يلا بقى درجات. اوكي. كريتيفيتي ابداع. انا هقول 12. 14. 13. وانا 15. ليرنينج اوت كم اسسمنت. 14. 13. 13. 14.
14 وين 14 ميثودولوجي 14 15 وين 15 والستراكشر والستبس بدات بالحدوته بتاعه القطر وال ها كم 13 ثم ختمت بال 13 14 15 وانا 15 والستودنتس انجيجمنت 14 13 14 وين 14 برضه انا اسفه الستودنتس انجيجمنت اتفضل طب خلاص لا لا اتفضل انا كنت برضه احنا لو قللناها لان في جزء من الدرس انت جبتي البنوته الجميله لوحدها والولدين في الوقت ده ما كانوش بيعملوا حاجه كانوا بيتفرجوا بس فكنا دافعنا عنك بقى ما اصل يعني لو جابت الثلاثه بقى لا يعني انا قصدي ده سامبل بس يعني احنا طبعا بندي الدرجات ماشي دي كانت درجات وسام تقريبا نفس الدرجات اللي فاتت فاللي يعني هيرجح بقى الجمهور كله خير والتصويت رائعه متميزه قلنا اللي بيوصل للحاله ان هي كله كسبان احنا كسبناكي احنا كسبنا ان حد زيك ظهر في البرنامج شكرا دكتور شكرا يا وسام شكرا لحضرتك دلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع نستقبل الاستاذه دعاء المنوفي المتسابقه رقم 3 انا دايما سعيد دايما قلت لك كل مره بنقول لك ايه انا سعيد باللانجوج انت رول موديل لكل مدرس ماث بالانجليزي النهارده هتسمعوا مدرسه مش هتبقوا عارفين هي مدرسه انجليش ولا مدرسه ماث مستعده يا دعاء ان شاء الله اتفضلي السلام عليكم hello my dear friends how are you today fine okay so do you know that We are in the age of technology, right? Yes. Okay. So, do you believe in AI? Yes, of course. What about programming? Of course. Yes. Programming. So, do you think it's important to use it? Yes. It's important to learn it? Yes. Okay, great. So, why I ask you these questions, guys? So, because we have a video, we're going to watch it together. This video, I made it using AI. For this reason, it's necessary and important for everyone. Okay, so in this video that we're gonna watch it, we have a moral and we have a problem. We're gonna discuss it together, so let's watch it. All right, sweetie, let's get everything you need for school. Do you have your list? I need pencils, notebooks, and a new school bag. Great, let's start with the pencils. How many do you need? I think a pack of 12 should be enough. Perfect. Now what about notebooks? I need at least 5. But I was thinking, maybe we could buy some extra supplies for kids who can't afford them. That's a wonderful idea. How many extra notebooks do you want to get? I have some savings. I think I can buy 12 pencils and 18 notebooks for them. That's very generous of you. Let's get those. Mom! I have a problem. I don't know.
How to divide the pencils and notebooks into bags to help the greatest number of children. Sarah, calm down. I think your friends will help you. Okay. So the mom said that your friends help you. But before we help Sarah and we know the problem that she has, can you tell me what can we learn from this video? That we should help poor people. Exactly. We have to help the poor people. Exactly. Okay, so what is the problem that Sarah has? That she can't divide the bag of pencils and notebooks. Yes, she bought some notebooks and some pencils, but she can't know how many bags that she can divide, or the greatest number of bags that she can divide these items. Okay, for this reason, we are here today to learn the greatest common factor, or we can say the GCF. So what is the GCF? This is the greatest number, which is factor for the two numbers. So this is going to help us for solving this problem. Okay? Okay. Now, so, Omar, okay, can you tell me here, what are the factors of two? Two and one. Two and one. Great. So how many factors? Two. Just two. Okay. So, Yasin, can you tell me what are the factors of three? One and three. So how many factors? Just only two, exactly. Okay, so do you remember, Dida, they are called what? Exactly, they are called the prime numbers. So what are the prime numbers? They are the numbers which has two different factors only. Okay, so why we have to remember the prime numbers? Because we're going to use it today in prime factorization. So like you see here, we have the factor three. We're going to use it in factorization. Okay, so we said how many numbers that we have. We have two numbers, 12 and 18. So I need someone here to help me. So come on, Yasin. Okay, the first number is 12. Okay, can you? Yes, there's a second here. Okay, can you tell me what are the factors of 12? 6 and 2. Yeah, 6 and 2, exactly. So just here, pick it down. Okay, let me ask you, 2, is it prime number? Yes. Okay, what about 6? It's not a prime number. It's not prime, so we have to factorize it. Okay, we can factorize it too? 3 and 2. 3 and 2, exactly. So now we have the prime factors of 12? 2 and 2 and 3. Exactly. Thank you so much, Habibi. Good job. Okay, and now we have 18. Who can help me? Come on, Yadida. Okay, just a second. Can you tell me what are the factors of 18? 2 and 9. 2 and 9. Okay, great. Just a bring and stick it. Okay, you tell me 2. 2 is a prime number? Yes. Okay, what about 9? It's not a prime. It's not prime, so if we have to factorize it. Exactly. So we're going to factorize it too? 3 and 3. Okay. Okay, so what are the prime factors of 18? 2 times 3 times 3. Exactly. Thank you so much. You're brilliant. Okay, so here we have the prime factors of 12 and we have the prime factors of 18. Okay, so now how we can get the greatest common factor? Okay, so we're going to use the Venn diagram. Okay, so Amuri, can you help me here? So here, are there any common prime factors of the two numbers? Yes. Okay, they are what? 2 and 2. 2 and 2. Okay, but first, let me explain the Venn diagram. So here, the Venn diagram represents here two circles. They intersect together in this part. This part, we're going to put the common prime factors of the two numbers. Okay, the two prime numbers, we said they are 12 and 18. Okay, we can put them here. But tell me how, what are the common prime factors here? 2 and 2 and 3 and 3. Okay, so just a pick 2. Okay, yes. So we're going to put here the 2, 2. So the two common factors here? No, we will put only one in the intersecting part. Oh, what about the other one? Just through it. Okay, so we have another prime factors, common prime factors? Yes. Okay, they are? 3. 3 and 3, exactly. So we have to put how many? 1. Just one in the common part. Yes, exactly. So we have here the rest of the prime factors of 12, right? Yes. 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 It's what?
Two and three. And two, just two. Yes, we have three here. Yes, two. Okay, just to put it here in the rest of the circle of 12. And what is the rest of the prime factors of 12, of 18, sorry? Three. Yes, it's just three. We're going to put it in the rest of the circle of 18. And now, how we can calculate the greatest common factor? We're going to take the common prime factors and we will multiply them. That's it. Thank you so much, Amori. You're excellent. Okay, so we're going to write here that GCF equals, we're going to take only the common prime factors and the intersecting part. So we have 2 times 3 equals 6. So now we have the greatest number of bags that Sarah, she can make, but we're going to make for her, and let's make sure that our answer is correct, okay? So here we have the pencils, and we have the notebooks. So let's see if our answer is correct, and we can make 6 bags. Okay, come on, huh? Okay, come on, huh? Let's help. Come on, put it. Yeah, come on, come on. So we can put how many pencils in each bag? Two. And how many notebooks in each bag? Three. Exactly. Huh? Oh, you made it, MashaAllah. You are so fast. Okay. And now we have a real world problem in our life. So I want each one of you, okay, to make it. Come on. Come on, Omar. Okay. So we can fix any problem to get the greatest number of any object. Come on. Okay, great guys. Good job, mashallah. Yes, they solved very well, mashallah. ما شاء الله الأخوات الإبلاغ. أنا بس عاوز أوضح للسادة المشاهدين اللي حصل. في البداية إحنا اتفرجنا على فيديو. الناس ممكن تتخيل يا أستاذة دعاء إن أنت الفيديو ده جايباه من يوتيوب. الفيديو ده أنت عملتيه إزاي؟ عملته 5 أبلكيشنز. 5؟ 5 أبلكيشنز. 5 أبلكيشنز بس كل اتعمل بالإيه؟ بالإي آي. بالإي آي. فزي ما شفتوا إحنا في عصر الإي آي. في عصر الذكاء الاصطناعي اللي بيخلي المعلم يوصل المعلومة بشكل إبداعي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المدرس أخذ دورة بسيطة جدا جدا، قدر يخلق حالة مختلفة في الفصل بتاعه. عملنا كرتون، عملنا ستوري، عملنا صوت، عملنا أنيميشن، وبدأنا المشكلة، ثم في الآخر خالص الطلاب حلوا المشكلة. أنا بشكرك جدا على اللي احنا شفناه. شكرا جدا لحضرتك. أنا عاوز أقول لجمهور جمهور البرنامج وجمهور مايند ميكرز الموجودين معنا، دعاء المنوفي في الأصل مهندسة وعملت كارير شيفت. مهندسة يعني واحدة من كليات القمة، قررت تسيب كليات القمة في منظور الناس وتتجه للتعليم وأصحاب الرسالة. أنا بشكرك إن أنت قدرت توصلي بعد كارير شيفت المستوى الإبداعي. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. دكتورة هناء، إيه رأيك في اللي شفتيه؟ طيب أنا لما بحضر أي سيشن ماث بفتكر هو إيه الماث أصلاً؟ هو إيه الرياضيات؟ هم عرفوا الرياضيات قالوا إن هو أداة لحل المشكلات وطريقة تفكير. يعني إيه طريقة تفكير؟ شوية مقدمات بمشي بخطوات منطقية واستنتاج واستخدام الاستدلال او الاستنتاج واوصل لنتائج، وبكده انا حليت المشكله. الحقيقه انا شفت ده النهارده انه استخدمتيه لحل المشكله. شكرا ليك. استاذ خلف، ايه رايك اللي شفته النهارده؟ البدايه لايف ابلكيشن لاستخدام الماث، يعني بدات بالمشكله اللي موجوده في الفيديو، فده خلى الكلاس ادى لنتيجه نقدر نطلع بيها عشان نحل مشكله موجوده في الحياه. فده ابداع في حد ذاته. شكرا. أحمد
أولا قول لي إحساسك وأنت بتتفرج على معلمة ماث عندها القدرة إنها تدير حصة وتعمل كوميونيكيشن من غير أي pronunciation mistakes غير أي grammatical mistakes وماسكة ممتلكة أدواتها مش بس المادة العلمية كمان اللغة. طيب خلينا نقول إن ده المتوقع من مدرسين الماث والساينس إن إحنا أو ده يعني الحاجة المثالية إن هم يكونوا بيتكلموا لغة منضبطة وفي نفس الوقت سهلة في الفهم بالنسبة للطلاب وده بشكل كبير لدعاء حققته النهاردة ده من حيث اللغة من حيث الماث ومن حيث الدرس. أنا بشكرك على ترابط التولز ترابط الماتيريال أو الأيدز اللي أنت استخدمتيها ما حسيتش إن في حاجة مختلفة لا أنا استخدمت أولا تسلسل منطقي جدا بداية بالفيديو ثم الحاجات اللي الطلبة اشتغلت بيها هقول إن التولز الفعلية أو الحسية اللي تم استخدامها النهاردة ما كانتش كتير قوي مش صعبة قوي ممكن أي مدرس يقدر يعملها ممكن الفيديو هو اللي كان متعوب عليه شوية لكن بشكل عام الترابط دوت وفي الآخر النتيجة اللي احنا شفناها من خلال الاستجابة بتاعت الطلبة وحلولهم للمشكلات أشكرك جدا على شكرا جدا لحضرتك حاجة عظيمة تستاهلي تفتخري بنفسك دلوقتي جه وقت التقييم الإبداع كرياتيفيتي 13 14 وأنا 15 عشان الـ AI Learning Outcomes and Assessment 14 مخرجات التعلم والتقييم 14 وأنا 14 Methodology النهاردة استخدمت طريقة حل المشكلات Problem Solving 15 وأنا 15 الستركتشر بدأت بليدن عن طريق الفيديو ثم ختمت بالحل المشكلة وكانت آخر حاجة 14 عشان التايم ستركتشر 15 15 وأنا 15 أما هل الولاد كانوا انجيجد كنتوا انجيجد ولا لا انجيجد ماشي هل الولاد كانوا انجيجد ولا لا بتحرجنا يعني 14 وأنا بالنسبة لي 15 شكرا جدا لحضرتك دكتور تامر معلش في بس حاجة أخيرة هي بره التقييم خالص وممكن تكون ملحوظة صغيرة جدا بس علشان ما ينفعش نعديها كده التولز رائعة جدا وأتراكتف جدا لكن ملحوظة على الهامش بعض الحاجات يعني مثلا الكارت أخضر ومكتوب عليه بالأحمر صحيح. مش كرؤية مش أحسن اختيار للألوان الفيجوال ده خارج التقييم بس دي حاجة احنا ما ينفعش نعديها غير ان احنا كرجالة ما بنشوفش الفرق بين الألوان يعني ده ملوش علاقة يعني ودلوقتي جمهور مايند ميكرز اللي حاضرين معانا في المسرح جه وقت التصويت حلقتنا النهاردة مختلفة عن كل حلقة كل مرة كنا بنقول لجمهور البرنامج صوتوا على مدار أسبوع من خلال صفحة السوشيال ميديا الخاصة ببرنامج مايند ميكرز لكن النهاردة التصويت هيكون لايف من خلال الحضور اللي حاضرين معانا في البرنامج او اللي حاضرين معانا في المسرح زي ما شايفين حضراتكم معانا كيو ار كود بالكاميرات بتاعه الموبايل هنصور الكيو ار كود هيدخلنا على لينك هنعمل فوتنج لواحده من المتسابقات اللي كانوا معانا النهارده ممنوع لاي حد في القاعه يبعت الكيو ار كود لاي حد خارج القاعه لان ده احنا بنعرفه بمنتهى البساطه عاوزين يبقى فير على قد ما نقدر حيد مشاعرك اختار الافضل الدرجات تقريبا كلها واحده الليفل كل واحد الثلاثه كسبانين الثلاثه مبدعات الثلاثه راضيين جدا جدا بقضاء ربنا وايا كان الفايز كلنا هنفرح له كلنا هنهنيه ده الكيو ار كود نشوفكم بعد الفاصل عشان نعلن الفائزة في حلقة النهاردة
دلوقتي جه وقت الإعلان عن الفائز في الموسم الثاني لبرنامج مايند ميكرز. قلنا لكم في المقدمة إن كل اللي شارك معانا في الموسم 27 معلم ومعلمة الكل كسبان. الكل كسبان إنهم اتغلبوا على الخوف والقلق. الكل كسبان إنهم جم في البرنامج هنا عشان يعرضوا نفسهم ويسوقوا لنفسهم ويسوقوا للإبداع والعلم اللي عندهم. شاركوا لأن هم مؤمنين بإن إحنا كمعلمين ومعلمات نستحق إن إحنا نكون نجوم المجتمع بجد. أنت لازم تصدق كمدرس إن أنت أهم مهنة في المعلم في المجتمع. لازم تكون مصدق ده بجد. الناس دول صدقوا عشان كده استحقوا المكان اللي هم وصلوا ليها. في النهاية وصل معانا ثلاث متسابقات. الثلاثة يستحقوا. كل واحدة فيهم تستحق تكون الفايزة. كل واحدة فيهم مقتنعة من جواها ان هي راضية بالنتيجة. درجاتهم تقريبا واحدة. الفرق في التصويت قليل جدا 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 جدا. انا بالنسبة لي فخور بيكم جدا. وبشكركم بشكل شخصي ان انتوا ساعدتوني ان انا اظهر الوجه الحسن للمعلم المصري. احنا بنشكر حضرتك ان حضرتك اديتنا التجربة دي ان احنا نعملها. ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير. ربنا يجعلكم دايما قدوة ويجعلكم في ميزان يجعل ده كله في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله. طيب الفايزة معانا النهاردة في البرنامج او الفايزة بالجائزة الكبرى 100,000 جنيه. وباكد تاني 100,000 جنيه هي مجرد جائزة رمزية مش هي قيمة المعلم المصري. المعلم المصري يستحق 100 مليون جنيه واكتر. الفايزة هي الأستاذة هند سامي. شكرا جدا يا استاذتي. قلت لك ايه عشان سميت اللي هتتفرج. شكرا ليك وشكرا لك جميعا. مش عارفة اقول ايه بجد والله. شكرا جدا جدا جدا. شكرا ليك يا استاذ دامي. شكرا خليهم براحة. خلي بالك بس معانا كان عيطني. شكرا شكرا انتوا دعمتوني وسمعتوني وان انا قدمت لحضرتكوا الفكرة. مش عارفة بجد اقول ايه. شكرا لكم. ربنا يخليكم يا رب. مين جوزك؟ اهو جوزك. تعالى وبناتي. تعالى هنا وبناتي. تعالوا بناتك كمان. مليكة وفريدة. تعالوا هنا. تعالوا مليكة وفريدة. تعالوا قولوا لماما مبروك. تعالوا تعالوا خلي بالكم بال حبيبي 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 حبيبي. شكرا لك. شكرا لك. وبكده وبكده نبقى وصلنا لنهاية الموسم الثاني لبرنامج ماين ميكرز. نقول لكم استنونا في الموسم الثالث من برنامج ماين ميكرز. كلنا كسبانين.